انا كنتش متخيله ان انا هرجع تاني، فكنت مبسوطه جدا يعني. اول بقى ما دخلت البلد وكده اتبسطت ان انا هرجع ابقى وسط اهلي تاني وهرجع تاني شغلي، لان انا بحب شغلي جدا بتحب شغل قوي يا ماما، واضح من يعني واضح. شفت زمايلي بيتعاملوا معاك هناك في المستشفى؟ كانوا واقفين جنبي وهم عارفين ان انا عيانه، هم عارفين ان انا معديه، وكلهم اتلموا حواليا ما سابونيش. اسماعيلي اهل كرم والناس يعني بجد ربنا يكرمهم. هي دي مصر يعني؟ هي دي مصر. مصر اللي بتدي. احنا عندنا شرف، عندنا شرف ان احنا مصريين. انا اللي اتشرفت. وبنفتخر ان احنا مصريين. بتكلم بطبيعتي وما عنديش البابطة، بس الحمد لله بجد ربنا ما يحرم عبد من تراب بورسعيد. وسط اهلي طبعا الحمد لله. طيب ربنا كده يكرمني ويطمني على بنتي ان شاء الله. ان شاء الله بقرب ان شاء الله تطلع بالسلامه ان شاء الله. وقريب قوي نطمن عليها ان شاء الله، قريب قوي كده يعني هتنور بيتها ان شاء الله. طقم التفريض والاطباء العظام اللي موجودين اللي بيقدموا كل يوم المثل لينا كلنا، وربنا يكرمهم ويديهم كمان وكمان. وهي دي مصر، هي دي مصر اللي احنا رقم واحد حاطين المثل في الاجراءات الاحترازيه والقوانين اللي الدوله المصريه عملتها، اتبعنا توجيهات السيد رئيس الجمهوريه، اتبعنا قرارات دوله رئيس الوزراء، عملنا اللي علينا كدوله ونصحنا المواطن، والحمد لله ربنا يعديها على مصر كلها بالخير ان شاء الله. الحمد لله على السلامه، نورت الدنيا.